يعطيكم العافية. يا رب احنا راح تمام. نبلش شرح شابتر 4. اعرف انه شابتر 4 احنا اخذنا 1 و 2 و 3، هسه شابتر 4 بحكي لي عن بيور بيندينج. بيور بيندينج يعني انا لو عندي مومنت، المومنت هذا شو بيعمل لي؟ تقعر البيم اللي هو بسموها البيور، والبيندينج يعني بيندينج مومنت، انحناء، عزم الانحناء. فانا بدي اعرف قديش بيعمل لي انحناء، فانا هذا الشابتر بيعتمد على المومنت كامل، فلازم اعرف اوجد المومنت واطبق من خلال قوانين المومنت اوف انرشيا. قبل ما نبلش بهذا الشابتر لازم تفوتوا تكونوا حاضرين هذا الفيديو. شفنا هذا الفيديو؟ هاي قائمة التشغيل تبعت السكند، الفيديو رقم 9 اللي اسمه شرح السنترويد والمومنت اوف انرشيا كامل. قبل ما تبلشوا الشابتر بتحضروا هذا الفيديو 35 دقيقة. تمام؟ طيب نروح نطفي. طيب على فرض اني حضرت الفيديو، بدي ابلش شرح بالشابتر. الشابتر بيحكي لي عندي انا قانون الاسترس. احنا كنا نحكي قانون الاسترس هو عباره عن البي على الاريا. طيب هسه انا راح يديني بيمات، بيم عادي طبيعي زي هيك، ما راح يكون عليه لود مثلا، راح يكون عليه بس مومنت، يكون عليه بس مومنت، يعني هيك مومنت وهيك مومنت. هسه شو بصير عندي؟ هسه هون ما في بي، في الاسترس بتحكي لي زيرو، بقول لك لا الاسترس مش زيرو، الاسترس راح يتبدل القانون وصير عندي قانون اسمه ام في سي على اي. طيب شو الام؟ شو السي؟ وشو الاي؟ بكل بساطه الام هي هذا المومنت، والسي هسه هذا البيم بيكون له سكشن، يعني انا بدي اطلع عليه من الرايت فيو. هسه انتم اخذتوا رسم هندسي وصار اغلبكم يعني بيعرف شو توب فيو، سايد فيو، رايت فيو. انا لو بدي اطلع عليه من هاي الجهه راح اشوفه مثلا زي هيك، مثلا بشوفه مستطيل، بشوفه تي مثلا، بشوفه اي، فراح اشوف اشكال زي هيك عادي، هو ممكن دائره عادي، فانه انا حسب السايد اللي انا قاعد بشوف فيه. طيب فانا السي بتكون عباره عن السنترويد للمكان المطلوب، بده الاسترس بالنهايه بالهاي بالنيوترال اكسس، والاي، الاي هو عباره عن مومنت اوف انرشيا للسكشن، مومنت اوف انرشيا للسكشن. طيب هسه احنا لو بدنا نفهم شو بده يصير للبيم، انا عندي البيم بالحياه العمليه شو بده يصير له؟ هسه انا عندي هذا البيم زي هيك، انا قاعد باثر عليه بمومنت، انا تخيل المومنت هاي اصابع ايدي قاعد بطعجهم، بلاحظ انه هذا البيم المستطيل مثلا راح يصير زي هيك، اني انا امسكه المسطره واثنوها زي هيك، بلاحظ انه راح يصير معي زي هيك شكله، اني انحنى. فهذا الشابتر مش نيكس بيور بيندنج، انه الانحناء، فبدي احسب عزم الانحناء. طب لو فرضنا انه هاي صار هذا مقعر، ففرضنا هاي الرو، هاي الرو، فهذا اسمه الراديوس اوف كاركتر اللي هو نصف قطر الانحناء. هذا له قانون، الرو تساوي اي اي على ام، الاي المدة الاوف الاستيسيتي، الاي المومنت اوف انرشيا، والام اللي هو المومنت هاب، المومنت هاب. طيب انا بتخيل انه هذا الشكل صار عندي هون كومبريشن وهنا صار عندي تنشن. طيب كيف عرف انه هاي كومبريشن او تنشن، او هذا المومنت كيف شكله بالحياه؟ هذا بكل بساطه لو انا عندي سكشن زي هيك، فانا هذا المومنت هو عباره عن لود جاي زي هيك وهذا لود زي هيك، فاحنا بنعرف بالاستاتيك قوتين متعاكسات بالمقدار المساوي بالاتجاه بيساوي قبل مومنت اتجاهه زي هيك. عشان هيك لو هذا السنتر تكون هاي المنطقة عبارة عن تنشن وهاي المنطقة عبارة عن كومبريشن. ليش؟ لأنه هاي طالعة من الجسم وهاي جاي من الجسم، عشان هيك رأس السهم دائما كومبريشن وذيل السهم أو ذيل المومنت هو عبارة عن تنشن. فبتلاحظ التنشن احنا بنعرف انه الاشي لو ضلينا نشده بيستطيل، والاشي لو ضلينا نضغطه بكل طوله. فبالتالي هاي المنطقة لو فرضنا هاي النيوترال اكسس، بنلاحظ انه هاي المنطقة زاد طولها عن الطول هذا، يعني لو هاي L هاي بتكون L زائد كذا، وبنفس الوقت هاي المنطقة قل طولها صارت أقل. فعشان هيك فعليا هذا tension of compression، يعني لو المومنت بالعكس، لو المومنت زي هيك فالبين فعليا راح يجي بالعكس، انه مش عارف كده ارسم الرسمة صراحة، شفت أول عمري تخيلتها، بس راح يجي زي هيك، إنه هذا اللي يطول وهذا اللي يقصر وهيك الرو. طيب هاي هيك بس مقدمة عن الشابتر، نعرف شو المومنت وشو السي وشو الاي، بس هذا ضل علي أحسبهم. طيب كيف بدي أحسبهم؟ هسا المومنت ممكن يكون معطى، هسا راح نيجي على الإكزامبل، نحل الإكزامبل كثير.
نيجي على اول اكزامبل كونسبت ابلكيشن، يعني هذا بس تطبيق مباشر على المعنى. المعنى ايش اللي هو؟ اللي هو القانون اللي اعطاني اياه ام سي على اي. طيب في عندي سؤال هون بحكي لي ستار بار اوف 0.8 ضرب 2.5 انش ريكتانجلر كروس سكشن. ريكتانجلر يعني مستطيل، مستطيل يعني ها هي مستطيل، هي هو رسم لي اياه. الوايد هاي الوايد، الوايد يعني العرض، وهاي الدبث، هاي الارتفاع. ف 0.8 عرضه و 2.5 ارتفاعه، هذول مالهم انش، ننتبه على الانش والفيت. 0.8 و 2.5 subjected to equal and opposite couple acting in the vertical symmetry of the bar. قال لي هذا البار سيمتري، يعني لو انا جيت قسمته من النص الجزء اليمين يساوي الجزء اليسار، فبالتالي راح يكون عليه مومنت متساوي بالمقدار ومتعكس بالاتجاه مشان يصير متزن. فبالتالي بيقول لي مقدار احسب مقدار المومنت هذا اذا الاسترس عندي 36 كي اس اي. الاسترس يساوي 36 كي اس اي، يعني 36 ضرب 1000 باوند، باوند يعني بي، باوند يعني بي، بس انا مع ال 1000 بتصير كي، فانا حولتها اس اي يعني انش سكوير، انش سكوير انش مربع، انش مربع. فانا بالتالي كل الوحدات دخليهم بالباوند وبالانش. طيب since the neutral axis must pass through the centroid C or the cross section C. طبعا هذا الحل، هذا السؤال، هذا Q وهذا الانسر. تمام، فهون بيقول لي انه النيوترال اكسس راح يكون بالنص، فهو اذا كامل 2.5 ارتفاعه فهو 1.25 لانه مستطيل. مش عارفين ليش بفوتوا على الفيديو قبل 35 دقيقة اللي شرحته قبل. فالسنترويد كم؟ 1.25. فانا شو هسه بدي احسب المومنت؟ فهسه انا عندي المومنت معطيني اتجاهه زي هيك، المومنت اتجاهه زي هيك، فلو هذا النيوترال اكسس فالمومنت، المومنت زي هيك. كونه المومنت زي هيك فهاي المنطقه كومبريشن وهاي المنطقه تنشن، فهو راح يطلب مني مثلا الماكسيمم مومنت انتنشن والماكسيمم مومنت انكومبريشن، او ماكسيمم ستريس انتنشن ماكسيمم ستريس انكومبريشن. هسه هون كونه الشكل متماثل فالتنشن والكومبريشن متساوي لانه مستطيل. طيب فانا راح اقول له الستريس يساوي ام سي على اي، ويساوي المومنت كم بده اياه؟ السي راح تكون 1.25، طب اعوضها 1.25 ولا ايش؟ كونه هاي انش فبالتالي هي تكون انش على السي، اللي هي المسافه من النيوترال اكسس للنهايه، للنهايه. لو طلب عند هاي النقطه بتحكي هاي المسافه، لو طلب عند هاي النقطه بتحكي هاي المسافه، وهيك حسب شو المسافه اللي بطنيهم. على اي، الاي المومنت اوف انرشيا، المومنت اوف انرشيا 1 على 12 بي اتش تكعيب 0.8 في اتش تكعيب اللي هي 2.5 تكعيب، 2.5 تكعيب. طيب بلاحظ انه هاي انش، بلاحظ انه هاي انش قوة 4. طيب انش وانش قوة 4 بصير انش تكعيب، وهون في انش تربيع فبضل بالمقام هون انش، وهون باوند، فالمومنت الناتج راح يطلع معي 1000 يعني كي، فراح يطلع معي 36 في 1000 في الاي على الـ على السي، فبيطلع معي الناتج فعليا كيبس دوت انش. ايوه لو بدي اضرب فيت بكل بساطه بحول، بضرب فيت على انش فواحد فيت على 12، فبقسم الناتج على 12 بيطلع المومنت كيبس دوت فيت، هاي اذا بده اياه. فهذا اول سؤال بس احسب ام سي على اي. حد عنده سؤال فيه بخصوصه او اي استفسار؟ عادي يحكم حتى لو مسجل. طيب لا كفى يا خالد. طيب لو هذا السؤال نفسه طلب مني اوجد الراديوس اوف كيربيتر، راديوس اوف كيربيتر اقول لك مباشره اي اي على ام، يعطيني الاي لا، معناته مش راح يطلب مني بهذا السؤال. واضح كفى يا مالك. طيب في شغله كنت اشرحها مش عارف شو هي، شو كانت؟ والله نسيتها. طيب في شغله اسمها السكشن مودولس، السكشن مودولس اللي هي اس بتكون اي على سي. فانا اذا عندي الاسترس بيساوي ام سي على اي، فاي على سي بتكون اس، فسي على اي بتكون الاس بالمقام، فبتساوي ام على اس. يعني مش شرط دائما يعطيني السي، ممكن يطلب مني شيء اسمه
سكشن مودولاس ممكن كذا، فبحسب ام على اس. طيب نرجع لشيء ثاني، في شغله كنت اشرحها، شو هي؟ ما كانوش موجودين هون. تذكرتها هسه. لو انا عندي بيم السكشن له مستطيل وهذا النيوترال اكسس، تمام؟ النيوترال اكسس يعني السنترويد، النيوترال اكسس يعني السنترويد. بتعرفوا شغله واحده، هسه احنا بنعرف انه قانون الاستريس بيساوي ام في سي على اي. طيب هسه اذا السي اللي هي المسافه بين النيوترال اكسس والمكان اللي احسب الاستريس عليه، فانا بلاحظ لو كان على النيوترال اكسس بكون السي زيرو، فالستريس يساوي زيرو، فالستريس زيرو. طيب بلاحظ لو بدي اطلع بزيد، اطلع بزيد بطلع بزيد بطلع بزيد، فانا لو مديت خط زي هيك بلاحظ انه عندي كل ما اطلع راح يزيد الستريس وكل ما انزل راح يقل الستريس، فبتطلع معي هاي الرسمه زي هيك. فلو كان المومنت زي هيك فهاي جهه موجبه يعني تنشن، وهاي جهه سالبه يعني كومبريشن، تمام؟ فهاي الرسمه مهمه كثير، هاي الرسمه بسموها نورمال ستريس دايجرام. يعني انا بدي اوجد النورمال ستريس، فبدي ارسم نورمال ستريس دايجرام. بدي اعرف شغله مهمه كثير، انه دائما النيوترال اكسس الستريس عنده زيرو. يعني لو اجاني سؤال حفظ سواء بالفاينل او بكويز بقول لك كم من نورمال ستريس ان نيوترال اكسس او اسنترويد، بتقول له زيرو، لا تحاول تحسبه. شو مكان الشكل؟ نيوترال اكسس النورمال ستريس زيرو، هاي المسافه سي بتكون عاده وبس. بعدين في شغلات متقدمة ناخذها بعدين، ناخذها بالار سي. طيب السؤال بس حيطلع انه احسب سنترويد في اجتماعي له. طيب هذا سؤال. طيب هذا سؤال قال لي ريكتانجلر تيوب از شلون از اكسيرتد فروم ان المنيوم، نوعه المنيوم. اتفضل يا سهلي. هلا السؤال الأول، انت حكيت انه راس السهم كومبريشن، بس انت حطيته تنشن وين؟ هون؟ اللي هلا حكيت عنه هذا ولا قصدك هاي؟ هاي زي الجسمة. هاي؟ صح، هاي كومبريشن بس سهوة، سقطت سهوة. خلص اوكي، خلص 100%. طيب نيجي على هذا السؤال. The rectangular tube shown is exerted from an aluminium. نوع aluminium. The stress إله 40 وال stress ultimate 60 and ال E 10.6 ضرب 10.6 neglect the effect of fillet، ملناش فيها هاي الكلمة. Determine the bending moment M for the factor of safety will be 3. طيب هذا السؤال دمج لي chapter 1 chapter 4، أعطاني stress yield يعني allowable و stress ultimate ومعطيني factor of safety، فانا بدي اوجد المومنت اللي راح يعطيني فاكتور اوف سيفتي 3. طيب مع اني مش عارف شو بدي اعمل فيه صراحه. طيب فهسه هون ايش بقول لي؟ بقول لي اوجد المومنت. هسه بكل بساطه بطبق قانون ام سي على اي، بيعطيني ستريس والسي بدي اطلع السنترويد لهذا الشكل، طلع الاي. طيب بكل بساطه من هذا الشكل متماثل، هذا الشكل متماثل، يعني لو عندي هون وهذا الشكل زي هيك راح يكون عند السنترويد على 2.5. السنترويد راح يكون على مسافة 2.5 وهاي 2.5. طيب هسه انا اعطاني ستريس سيلد وستريس التيميت. ستريس سيلد مش الستريس الاول، في فرق بينهم، فعشان هيك الفاكتور اوف سيفتي يساوي ستريس التيميت على ستريس الاول. انا لما بدي احسب هذا هو الام سي على اي. طيب الالتيميت كم؟ 60، والفاكتور اوف سيفتي كم؟ 3، فالستريس اللابل بده يساوي كم؟ 20. 20 بدها تساوي ام سي على اي. السي كم؟ 2.5، والاي بدها تكون 3.25 في 5 تقريبا 12 ناقص المسافه هاي. المسافة كم معطيني اياها؟ معطيني اياها هاي ربع، فبدي اطرح ربع من هون ربع من هون، فبكون نص، فبتكون 2.75 ضرب 4.5 تكعيب على 12. هيها فبتطلع معي الاي 12.97
بطبق مباشرة أمسي على I بطلع عندي المومنت 100، بيطلع معي المومنت 103.8 إنش. هسه بده الريدز أوف كابيتر، بده أطلع الرو. الرو هي إي آي على أم، بس هون بكتاب هيك مكتوبة، بس هي الرو تساوي إي آي على أم. بس بتطلع معي 1325 إنش، قسمها على 12 طلعت معي 110 فيت. بس يعني فكرة هذا الشابتر بالسنترويد، عرفت كيف تطلع السنترويد؟ خلص الشابتر. طيب هذا السؤال. بس في شغله ننتبه عليها، انه هون لو فرضنا هذا هو السنترويد، بنلاحظ انه راس السهم جاي من الجهه اللي فوق، تمام؟ فهاي الجهه كومبريشن وهاي الجهه تنشن. يعني لو طلب مني، لو كان هذا الشكل مش متماثل، هسه نجي للسؤال اللي بعده، بنلاحظ انه الكومبريشن شيء والتنشن شيء. طيب ننزل لهذا، هذا السؤال معطيني راس السهم زي هيك، لو فرضنا هذا هو السنترويد، بلاحظ انه تحت الراس، تحت هو الراس وفوق هو الذيل. اذا لو انا لو فرضت هذا هو السنترويد، راح تكون هاي هي منطقه هيك شكل المومنت، لانه تحت السنترويد راس السهم، يعني هذا هو السنترويد تمام، الراس تحت، فاذا هاي المنطقه هي الكومبريشن وهاي المنطقه هي التنشن. طيب راح نحل هذا السؤال. A cast iron machine part is acted by the 3 kN Nm. يعني المومنت مقداره 3 كيلو نيوتن دوت متر، الاي 165 في 10 قوه 9، اتجاه تاثير الفلت، يعني هاي اعتبرها مستطيل، هاي اعتبرها مستطيل. اوجد الماكسيمم تنسايل اند كومبرسيف ستريس. طيب بدي اوجد الماكسيمم تنسايل والماكسيمم كومبرسيف. طيب احنا حكينا نوجد الواي بار اول شيء بالقوانين الاستاتيك. بنعرف شغله واحده، انه هاي هذا هي الواي بار، بدي اطلعها، بطلعها من قوانين الاستاتيك بتطلع معي 38. طيب هاي 38 وهاي كامله كم؟ 60، فكم بضل من ال 38؟ بضل 22. هسا ايش هو بده؟ هذا ايش؟ كومبريشن وهذا تنشن. بده ايش؟ بده الماكسيمم تنسايل اند كومبريسيف سترينث. يعني بدي اقول له الستريس تنسايل بده يساوي ام سي على اي، كم الام؟ 3000 اللي هي 3 كيلو نيوتن. كم السي تنسايل؟ تنسايل باخذ 22، 22 ضرب 10 قوة سالب 3 على I. كم الـ I؟ بدي أخذ الـ I لهذا والـ I لهذا، كم بيطلعوا؟ بتطلع هي بعد التحويل 868، بقسمهم بطلعهم، كم بيطلع معي؟ 76. طيب الكومبريشن كم؟ الكومبريشن الكومبريشن عبارة عن إيش؟ المسافة من النيوترال أكسس لراس السهم كم؟ 38. فبقول ام سي على اي، الام 3 السي 38 والاي زي ما هي، والراديوس اوف كافيتر نفس الطريقه اي اي على ام. طيب هاي القوانين الاساسيه، يعني هذا بنقدر نحكي انه هذا الجزء الاول بالشابتر، مفهوم ولا لا؟ يعني لحد هون تمام. بس ام سي على اي، السي بدي اجيبها من قوانين الاستاتيك، الآي من قوانين الاستاتيك، المومنت معطى أو بيعطيني ستريس وبدي أطلع المومنت. فإذا حدا عنده سؤال يحكي، إذا المشكلة بس مشاكل استاتيك احضروا الفيديو بال 35 دقيقة وإن شاء الله سهل، إن شاء الله سهل. واللي مش فاهمه عادي يرجع يحكي لي، أنا بفتح معه زوم بشرح له الاستاتيك كاملة، المومنت أوف إنيرشيا وكل شيء. فهون بعض الأمثلة يعطيني هذا الشكل زي هيك، وهذا مفرغ، فبالتالي السنترويد بده يكون بالنص. ليش؟ لانه هذا شكل متماثل، مربعين جوا بعض، فبتكون السنترويد اذا هذا كله 120 فهي المسافه 60. طيب شو كمان عندي؟ في كمان عندي المومنت اوف انيرشيا الكبير ناقص الصغير بطلعها، شو بصفي عندي؟ ومع الام، فبتكون ام سي على اي. هسه المومنت الستريس هو طالب وين الستريس؟ طالب عند اي، طالب عند اي، فانا ما باخذ المسافه 60، لا باخذ المسافه 40. وبالنسبة طبعا ايش هون؟ الذيل تحت، فهي المنطقة تنشن وهي كومبريشن، بده النقطة بي باخذ المسافة 60. وإذا بدنا نتأكد، طيب ايوه طلع المومنت اوف انيرشيا عادي، طرحهم من بعض طلع كذا، بعدين امسي على اي، الستريس عند اي، كومبريشن هيو سالب 61. طبعا نسوكم من القانون هو حاط سالب، وهاي لا مش مشكلة افهموا زي ما احنا فاهمين. واي بي كم بدها تكون؟ هاي عوض سالب وعوض المسافه سالبه، فطلع تنشن، فكم؟ 91. فعوض هون 60 وعوض هناك 40، لانه هو ما طلب مني ماكسيمم كومبريشن،
وطلب مني عند A، لو طلب ماكسيمم كومبريشن راح يساوي نفسه ماكسيمم تنشن. طيب ليش؟ لأنه الشكل متماثل، لو مش متماثل الستريس ما بيكون متساوي على الطرفين. طيب في عندي هذا السؤال، هذا السؤال فكرته بس بدي اطلع المومنت اوف انرشيا، فانا بقسم الشكل، بس هذا الشكل اللي بيجي زي هيك له تقسيمه معينه زي هيك، لازم اقسم هاي هيك واطلع ثنتين هيك، هيك قانونها ما بعرف ليش، يعني لو جرب تاخذ بالعكس ما بيطلع نفس الجواب، مش عارف شو السبب صراحه. فنفس الطريقه بطبق امسي على اي وبمشي، هو وين بده؟ طالب عند بي وطالب عند اي، فمره بحسب لنهايه السنترويد ومره بحسب بس لعند بي. هاي 75. طيب هذا السؤال نفس الفكره، بدي اطلع السنترويد وامسي على اي، فالجزء الاول من الشابتر سهل، هاي الدوائر مش مهمه، وهذا السؤال اللي بحلو فيه غلط هون، المهم انت فنان غلط حاسبها، ديروا بالكم. اسئله زي هيك معاقه ما بتجيش، يعني كبيره كبيره بيجي وبيجي. طيب الجزء الثاني من الشابتر، اول جزء كان يعطيني المومنت جاهز، ثاني جزء يعطيك بيم، بيعطيك وين؟ بيم زي هذا، بيعطيك بيم وسكشن، يعني بيجي لك بقول لك هاي وايش مثلا، بقول لك تو فيرتيكال فورس، قال لي هذا الفيرتيكال فورس تو از ابلايد هاي كالكوليت ذا ماكسيمم تنسايل اند كومبرس في سترينث ان الجزء بالجزء بي سي، يعني بده الكومبرس ستريس والتنسايل ستريس بالجزء بي سي، يعني انا بدي اخذ سكشن عند بي سي وشو اعمل؟ بدي اوجد المومنت عنده. طيب هذا ستاتيك، بدي اطلع الرياكشن، هسه بلاحظ انه هاي 40 60 40 فالشكل متماثل. طبعا هالشغلات يعني احنا المفروض شو نعمل؟ بكل بساطه sum of moment at a يساوي 0، راح اقول لك عندي 15 ضرب 40 زائد 15 ضرب 100 تساوي دي واي ضرب 140، فبتطلع معي دي واي تساوي المفروض تطلع 15، خليني اتاكد، 15 ضرب 40 زائد 15 ضرب 100 تقسيم 140 تطلع 15، فاذا هاي 15 هذول 30 فالاي واي تساوي برضه 15. فهون طلعت قيم الرياكشن، طلعت قيم الرياكشن هون 15 وهون 15، فايش بدي اعمل هسه؟ بدي ارسم مومنت دايجرام على السريع. هسه اللي علمونا بالستاتيك انه نرسم اول شيء الشير، فبنطلع بالشير 15 ننزل نمشي مستقيم ننزل 0 نضل ماشيين 0 ننزل 15 نطلع نمشي 0 موجب سالب. طيب بالنسبة للمومنت في أكثر من طريقة عندي، يا طريقة الفانكشن، يا طريقة القطع عند كل جزء، يا طريقة المومنت عند كل نقطة، يا طريقة المساحات. إذا طريقة المساحات 15 ب 40 كم؟ 600، فالمومنت هون 600، 600 هاي الجهة الموجبة طبعا وهاي الجهة السالبة، ما ننسى هذا الإشي دائما دائما احنا بنشتغل حسب سلوك العنصر وحسب سلوك الاستراكشر، ما بنحسب حسب سلوك الهاي، وهاي بدها تكون 600 برضه نفس الشيء 600، وهاي المسافه ثابته 600 600. هسه هذا الشيء برسمه انا من مومنت ديجرام، يعني من ستاتيك، يعني انا ما راح ارجع اشرح ستاتيك كمان مره، بس ستاتيك فبكون شكل المومنت ديجرام زي هيك. فالمومنت عند بي سي كم؟ يعني المومنت هون كم؟ 600، المومنت هون تساوي 600، هاي 600 ايش؟ كيبس كي يعني دوت انش، ننتبه للوحدات تمام؟ فهسه الستريس يساوي ام في سي على اي. طيب كم الاي؟ قسم الشكل هيك، خذ الاي لهذا السي لهذا قصدي، تطلع السي سنترويد، بفرض هاي هي الواي بار وبحل. طيب هذا البروبلم 4.9، 4.9 تو فيرتيكال فورس ابلايد ان كذا كذا ذا ماكسيمم تنسايل اند كومبرسيف سترينث. طيب الفكره ايش هسه؟ طلع السنترويد 3، طلع المومنت اوف انرشي 204 والمومنت كم؟ 600. طبعا هو اشتغل على طريقه القطع، انه قطع عند بي سي، قطع بالنص عند بي سي مثلا، ووجد المومنت. انا لا برسم المومنت دايجرام لعد مشان اتاكد، فبطبق امسي على اي وخلصت. هسه ساعتها كيف اعرف اذا تنشن او كومبريشن؟ انا في شغله ما حكينا، كيف اعرف اذا هذا البيم تنشن ولا كومبريشن؟ طيب
هسه المومنت كيف طلع معي قبل شوي؟ طلع معي زي هيك صح؟ وهاي ايش؟ موجبة، لاني انا فرض الموجب تحت والسالب فوق، لو فرض بالعكس بكون المومنت بكون هيك شكله. خلينا نرسم بلون زهري، لو فرضت انه هاي الموجب وهاي السالب بكون شكل المومنت هيك، احنا هيك متعودين، بس هذا شيء خطا، ما راح نتعلم زي هيك، بالكتب غلط كمان، الكتب غلط، الصح ترسم زي اللي باللون الاسود. فبنلاحظ انه هاي الجهه الموجبه او هاي الجهه الموجبه ما بفرق معي. هسه انا في عندي شيء اسمه ساين كونفنشن. ساين كونفنشن، لو انا قطعت الجهه اليسار يكون هاي هيك الموجب وهيك الموجب، طبعا بعد الاتزان بتكون هاي هيك، بعد الاتزان هاي بتكون هيك. طيب بنلاحظ انه انا لو قطعت سواء الجزء اليمين او الجزء اليسار، يعني انا قطعت هون بدي اخذ الجزء اليسار او الجزء اليمين ما بفرق معي. المومنت اللي طلع معي كم؟ موجب 600 ولا سالب 600؟ راح تقول لي والله طلع معي موجب 600، يعني هذا المومنت 600 موجب، هسه هاي الاشاره الموجبه هيك، فبالتالي لو هذا السنترويد فبتكون هاي المنطقه هي الكومبريشن، بتكون هاي المنطقه هي التنشن. هسه الشكل عندي انا مش هيك، الشكل انا عندي فعليا زي هيك. الشكل عندي فعليا هسه وين السنترويد؟ يكون زي هيك الشكل. تمام، هيو هذا الشكل. فهو وين السنترويد عندي؟ هون طلع هو ثلاث مثلا، فبالتالي فوق الثلاث كله كومبريشن وتحت الثلاث تنشن. ليش؟ لانه انا المومنت طلع معي موجب، هذا موجب 600 وانا عندي الساين كونفنشن هيك، فبالتالي هي 600. يعني بدي اشوف مثال يعطيني مومنت سالب، شلون انت تلاقي هذا كله راح يعطيني موجب. 2 بوينت لود دائما المومنت بده موجب. 2 بوينت لود يعني هاي معناها 2 بوينت لود، انه عندي لودين على مسافات متساويه بيعطيني الرياكشن نفسه، يعني هون رياكشن 25 هون رياكشن 25 هون رياكشن 10، شغلات ثابته. وين بده يعطيني مومنت سالب؟ وين بدي الاقي لكم سؤال مومنت سالب؟ والله شكله ما راح نلاقي، ان شاء الله نلاقي. طيب مش مشكلة، ها أنا بدي أجيب لكم مومنت سالب يا صاحبي. لو كان عندي هذا الرياكشن إله 5، هذا الرياكشن إله 5، تمام؟ ترسم مومنت دايجرام الشير، 5 بتنزلني بمشي خط مستقيم، 10 بتطلعني خط مستقيم، موجب سالب، سالب 5 موجب. المومنت راح يكون عندي حسب الإشارات هاي الموجب هاي السالب، راح تطلعني هاي راح تنزلني. فهون المومنت كم مختاره؟ 5 في 5 أو بي ال على 4، بي 10 ال ال 10 على 4 بيطلع عندي 25. المومنت ماكسيمم 25، ما له نيجاتيف، مومنت نيجاتيف. ولو فرضنا هذا السكشن مستطيل والنيوترال اكسس بالنص، فبالتالي هاي ايش؟ سالب 25. طيب الساين كونفنشن عندي كيف؟ الساين كونفنشن عندي الموجب زي هيك، الموجب زي هيك صح؟ طيب انا طلع معي سالب، يعني السهم بدي اعكسه، السهم بدي اعكسه، يعني هاي هيك هاي هيك، فبالتالي المومنت هيك شكله بهذا السؤال. ليش؟ لانه عندي سالب 25، سالب يعني هيك، موجب يعني هيك. وضحت هاي الشغله؟ وضحت؟ احكوا لي اذا وضحت، يعني كثير وضع 100%. شغله كيف احدد اتجاه السهم لو اعطاني بيم؟ ارسم الدايجرام له او المومنت له. وضحت؟ طبعا الفكره استاتيك، الكل يراجع فيديوهات الاستاتيك، ان شاء الله عن قريب بدي اعمل فيديو مراجعه الاستاتيك لشابتر 7، فاضل ايش راح تاخذوه بالتفصيل، اللي يعني اللي مش دارسه راح احطه كمان قائمه السترينج. فبخصوص هاي اول جزئين من التشابتر، اول جزء كان عباره عن بس يعطيني السكشن ويعطيني المومنت جاهز واحسب الستريس، او العكس يعطيني ستريس ويطلب مني مومنت. الفرع الثاني كان يطلب مني يعطيني بيم وسكشن، والبيم منه احسب المومنت وبعدين احكي امسي على الآن. فحد لحد هون عنده سؤال؟ احكوا
قولي إذا ما عندكم سؤال خلنا نطفي الزوم ونفوت زوم. الله يعافيك. بنفوت زوم ثاني لأنه هظل له خمس دقائق. بنفوت زوم ثاني ونكمل التشابتر. يعني هسه مباشرة بس يخلص هذا. يعني هذا هسه رح نعمل إند ونفوت مباشرة على نفس الرقم. تمام. طيب قبل هيك حد عنده سؤال بالخمس دقائق هذول؟ احكي لي يا خالد إذا عندك هون بالأسئلة البروبلم حاول تفهم إشي احكي لي. محسن مومنت هسه ما بقدر أوجدهم إلا عن طريق الرسم، يعني عن طريق المعادلات العادية ما بقدر أوجده. بتقدر مبلا فرضا طلب منك بالسكشن AB، فأنا إيش بعمل؟ خلص بقطع عند AB أوجد الماكسيمم مومنت. كيف توجد الماكسيمم مومنت عند أي مكان؟ بكل بساطة فرضا هون طلعنا الرياكشن 15 صح؟ هاي طريقة سحرية. طلب مني الماكسيمم مومنت هون، يعني الماكسيمم مومنت أنا ما بعرف على أي مسافة صح؟ صح؟ فهي مومنت ماكس صحيح. المومنت ما عنده شير بس هون صفة مجهيل، هاي ما بتزبط الطريقة هاي. فهون ما في عندي أصلا ماكسيمم مومنت إني أقدر أوجده، فبدي أضطر إني هون أرسم دايجرام. لو بدي بالـ AB بدي أوجد على قيمة، هي فعليا عند الـ B، عند الـ B. أما لو كان عندي زيرو في زيرو شير وكذا زي المثال اللي حليته قبل شوي اللي كان زي هيك، فبكون الشير بكون هيك. ساكن عن العدلة. فهون الشير بكون عندي زي هيك مثلا، فهون الماكسيمم مومنت بالاي بي بكون هون، بكون هون. فبرضه هاي الشغلات يعني اجباري تطلع المومنت من وين؟ من انه تقطع او ترسم دايجرام. هسه هون يعني حل كتاب ما يعتمد على طرق متقدمه كثير كثير، يعني بس طرق ستراكشر 1 انه قطع لك زي هيك. هسه طالب الاستاتيك اللي فات على سترينج مباشره ما بعرف كيف يوجد وين المومنت باي مكان زي الاستراكشر، لانه حتى بالستاتيك ما حدا بيعطي الفانكشن مشان تعرف هاي. اما لا هي فعليا المفروض يعني كاسهل ترسم مومنت دايجرام، بس اصلا اذا اجر مومنت دايجرام ما راح يجي اصعب من هيك. تو بوينت لود شيء مباشر، يعني حتى انه يطلع الناتج مباشره بي ال على 4 او دبليو ال تربيع 8 وزي هيك. فصراحه مش عارف كيف بدي اقول لك غير انه بس ترسم دايجرام افضل، او هو خلص طلب منك بالبي سي بتقطع عند البي سي وتشوف كم المومنت. بس لو كان هو اللود زي هيك، يعني في عندك لود مستطيل على فرض، طيب هسه هون صار في تغير، المومنت هون مش نفس هون مش نفس هون مش نفس هون، فبالتالي بدك تضطر ترسم الدياجرام وتوجد وين اعلى مومنت. وصلت؟ طيب بس انا راح نفوت بالزوم الثاني نشرح هذا الجزء اللي هو الكومبوزيت ممبر، راح نعرف كيف نتعامل معها كامل بالتفصيل. طيب بنفس ارجع فوت على نفس اللينك مباشره. يعطيكم العافيه.